لقبته جماهير الزمالك برجل الأزمات وبحلال العقد، فكان ملبياً لنداء القلعة البيضاء بشكل دائم في كثير من المناسبات التي استعان خلالها النادي بخدماته لقيادة فريق الكرة فنياً من خارج الخطوط. محمد صلاح أحد أبرز نجوم فريق الكرة بنادي الزمالك وفارس الجبهة اليمنى خلال فترة السبعينات والثمانينات، والذي اكتشف موهبته حلمي زامورا وهو دون 12 عاماً، ارتبط اسمه كثيراً باسم القلعة البيضاء لاعباً ومدرباً على مدار نصف قرن مضى. وساهم صلاح في 10 ألقاب مع الزمالك خلال مسيرته داخل المستطيل الأخضر، بواقع 3 ألقاب بالدوري الممتاز و4 بكأس مصر ولقبين لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال ولقباً بالأفرو أسيوي. كما كان صلاح صاحب 50 مشاركة دولية، وهو واحد من كتيبة الفراعنة المتوجة بكأس أمم إفريقيا نسخة عام 1986 بالقاهرة. ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في مصر عن عام 1980، وهي الجائزة التي من النادر أن تذهب إلى لاعب يشغل مركز المدافع، إلى أنه كان من طراز فريد ومن نوعية سوبر. أما عن المسيرة التدريبية لمحمد صلاح عقب اعتزاله اللعبة في عام 1988 فحدث ولا حرج، حيث يمتلك سيرة ذاتية مميزة مع جميع الأندية التي قادها فنيا، وعلى رأسها غزل المحلة والنصر البورسعيدي وبلدية المحلة وجولدي والاتحاد السكندري وغيرها من أندية الممتاز، كما خاض عدة تجارب خليجية في مقدمتها تدريب فريقي الوحدة والشعلة السعوديين. كما تواجد صلاح على رأس الجهاز الفني للزمالك في عدة مناسبات، بالإضافة إلى شغل منصب المدرب العام للفريق الأبيض في أكثر من مرة. ولم يكتفي صلاح بالتألق في عالم التدريب بالدوري الممتاز، بل ساهم في صعود 4 أندية من دوري الدرجة الأولى، وهم تليفونات بني سويف وبلدية المحلة والنجوم وأخيرا نادي مصر، لينتزع لقب فارس المظاليم. محمد صلاح الرجل الوفي الذي يملأ عشق الزمالك كيانه، والذي خدم القلعة البيضاء مراراً وتكراراً في عدة مناصب فنية، وصال وجال بقميص أبناء زامورا، تعشقه جماهير النادي وينال قدراً كبيراً من الاحترام والثقة من بين أنصار ومشجعي الكيان الأبيض كأحد رموز وأساطير البلانكو.